مشاهدينا الكرام، ونحن الآن معكم في هذه الجولة من أمام مقر البريد في قطاع غزة في مدينة غزة، والذي يتم فيه الآن وبالإضافة ليوم الأمس صرف المساعدة للأسر الفقيرة والمحتاجة في القطاع بواقع 100 دولار لكل أسرة محتاجة ل 94 ألف أسرة. هذا الصرف أتى من المنحة القطرية بعد أن رفضتها حركة حماس بشكل رسمي في مؤتمر صحفي لها، احتجاجا على التدخلات الإسرائيلية في طريقة صرف هذه المنحة. الآن للحديث حول تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع سيكون معنا الدكتور يوسف إبراهيم، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية. دكتور يوسف، أهلا بك معنا، ولو حدثتنا عن تفاصيل المستفيدين من المنحة والمبلغ الذي الكلي للمنحة. ويعني في الحقيقة إذا ما أخذنا الحديث عن القسم الخاص بوزارة التنمية الاجتماعية ومدى استفادتها من هذه المنحة، نحن نتحدث عن أن الرقم المرصود منذ البداية كل شهر كان حوالي 15 مليون دولار على حوالي 6 شهور كما تم الإعلان عنه، كان مخصص 5 مليون دولار لصالح الأسر الفقيرة. في البداية كنا يعني وضعنا نصب عيوننا بأن نستهدف الأسر التي ليس لها دخل، الأسر ذات الأعداد الكبيرة، الأسر التي فيها مرضى، الأسر التي تعاني من أزمات اقتصادية، الأسر التي لديها مشكلة في السكن. جميع هذه الأسماء تم في الحقيقة التعامل معها في الدفعة الأولى بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بالتعاون مع المؤسسات التي تعمل في مجال العمل الخيري، وتم رفع هذه الأسماء. كان عددها حوالي 50 ألف أسرة بواقع 100 دولار، وبالتالي يصبح لدينا 5 مليون دولار. فوجئنا بأنه الاحتلال وضع شروط على هذه القائمة وعلى هذه الأسماء المرشحة، وبالتالي تم حجب عدد منها وصل لحوالي 7000 أسرة. وبالتالي في المرة الثانية أيضا رفعنا كشف، وجدنا أن هناك تحفظ أيضا من قبل الاحتلال على هذا الكشف بأن لا يكون كشفا جديدا، وبالتالي تم اعتماد الكشف القديم. والأسرة التي استفادت من الكشف الأول استفادت من الكشف الثاني، ولكن من خلال التواصل من خلال جهات الاختصاص وعلى رأسها معالي السفير أبو إسماعيل العمادي تم التغلب على هذه المشكلة، وتم اليوم وصول الكشف الثالث، وهو عبارة عن كشف جديد ليس له علاقة بالأسماء الممنوحة. في اليوم والأمس 94 ألف أسرة، وهناك كشف إضافي سيصرف يوم غد وبعد غد ربما. لا، والكشفين مع بعض حسب ما تحدث به معالي السفير يصل عددهم إلى حوالي 94 ألف مستفيد، الكشف الأمس واليوم، وكشف غدا إن شاء الله رب العالمين سيصل عدد المستفيدين فيها إلى ما يقرب من 94 ألف أسرة مستفيدة. هذه الأسر نصل أي فيها إلى حوالي 94 ألف. هذه الأسر في الحقيقة يعني في الكشف الجديد تعمدنا بأن تكون الأسرة غير مستفيدة من الكشف الأول والثاني، تعمدنا أن تكون الأسرة يقودها رجل لديه أسرة ولديه أفراد ولديه يعني مجموعة من الأفراد، أيضا تعمدنا أن تكون هناك أيضا استهداف للنساء المطلقات والنساء الأرامل على اعتبار أنهم يعني من الفئات الهشة التي نرعاها أيضا في وزارة التنمية الاجتماعية. أيضا أخذنا بعين الاعتبار بأن لا يكون هناك مستفيد من الشؤون الاجتماعية في الكشف الأول والكشف الثاني على اعتبار أن هناك مصدر دخل ولو كان متدني في الحقيقة، يعني على الرغم من تدني نسبة يعني الناس المستفيدة من الشؤون الاجتماعية. أيضا هناك كان اهتمام بالأسر التي لديها مشكلة في الاستئجار أو الإيجار، الأسرة التي لديها أمراض سرطان أو فشل كلوي، وبالتالي كان استهداف الحقيقة للفئات الهشة التي تحتاج ذلك. اسمح لي أن أسألك، في ظل حديث عن انهيار اقتصادي في قطاع غزة وحاجة نصف الأسر بحسب الأونروا لمعونات غذائية، كيف يمكن أن تسهم هذه المساعدة في تغيير الواقع أو تحسينه بعض الشيء؟ يعني إذا ما تحدثنا عن أرقام في الحقيقة الآن المؤشرات لا خلاف عليها، 12 عام من الحصار، تكرار حروب ثلاثة على قطاع غزة،
أيضا أزمة الرواتب بشقيها في غزة ورام الله ألقت بدلالها على كل الأسر الفلسطينية، وألقت بدلالها على الدورة الاقتصادية. عدد كبير من التجار الآن يتأثرون، الدورة الاقتصادية تتأثر، وبالتالي ظهرت لدينا ظاهرة ارتفاع نسبة الفقر بشكل ملفت للنظر. ظهرت لدينا مشكلة ظاهرة البطالة، أيضا مشكلة الخريجين تعدت حدود يعني كبيرة جدا. وبالتالي هذه المنحة في الحقيقة يعني تعطي طابعا إنسانيا كبيرا جدا للوقوف إلى جانب هذه الأسر المتأثرة من هذا الواقع الكبير. وبالتالي يعني رسالتنا بأنه يعني نتمنى على الدول العربية والإسلامية أن تحذو حذو دولة قطر الشقيقة بأن تقوم بتقديم مثل هذه المساعدات الإنسانية بطبيعها للأسر المحتاجة والأسر المتعففة والأسر التي تحتاج إلى مساعدات. لكن في ظل حديث مجموعة كبيرة، شريحة كبيرة من المواطنين عن عدم استفادتهم من هذه المنحة، هم أيضا محتاجون، ونستطيع أن نتحدث عن أرقام كبيرة جدا في قطاع غزة ممن يحتاجون هذه المنحة. دكتور يوسف، هل أعطيتنا صورة عن مشاريع مستقبلية أو أفكار تعكف الوزارة على العمل عليها لمواجهة الفقر والبطالة الموجود في قطاع غزة؟ يعني إحنا الحقيقة إلى جانب رعايتنا لما يعرف بالأسر الفقيرة، وهي الآن هي منتشرة بشكل كبير جدا بسبب أزمة الرواتب وأزمة الحصار وأزمة الجانب الاقتصادي والزراعي وغير ذلك، في الحقيقة نحن أمام شرائح جديدة، شرائح يعني أسر الشهداء، شرائح المطلقات والمعنفات، وكل هذه أيضا شرائح ظهرت عندنا شريحة، ألا وهي الناس المسجونين أو الغارمين الذين هم يعني دخلوا السجن على اعتبار أن هناك عليهم أقساط مالية. هناك كثير من الشرائح التي نحن الآن بصدد ترويج لها، وبالتالي هذه فرصة أيضا نرسل رسالة استغاثة للعالم العربي والإسلامي بأنه لا بد أن يكون هناك مساعدات عاجلة. هناك طلبة كثير تركوا أماكن دراستهم في الجامعات بسبب عدم قدرتهم على توفير الجانب المالي لاستمرار دراستهم. أيضا ظهرت ظاهرة المرضى الذين يحتاجون بشكل كامل بشكل مستمر إلى أدوية وعلاج مستمر. هذه الفئة الآن تكبر بشكل كبير جدا، وبالتالي هم بحاجة إلى دعم ومساندة بتوفير أقل شيء ما يعرف برشدة العلاج الدوري. هناك يعني المزارعين الذين فقدوا كثير من أراضيهم، الصيادين أيضا شريحة تحتاج بسبب الحصار المفروض على البحر. هناك شرائح كبيرة في الحقيقة تحتاج إلى دعم ومساندة. هذا الصورة التي تراها الآن جاءت ربما فرص عمل تغنيهم وتسد حاجة. إذا ما تكلمنا في البعد التنموي في الحقيقة ومحاولة التغلب على الظواهر الاجتماعية التي ظهرت ومنها ظاهرة الفقر وغير ذلك، لابد أن يكون هناك مشاريع تنموية بدءا بمشاريع عمالة للخريجين للاستفادة منهم بقدراتهم العلمية. أيضا لابد من إعادة إنعاش للمؤسسات الاقتصادية التي تأثرت وبشكل كبير جدا. هناك كثير من التجار يقومون بإغلاق يعني محلاتهم وبقالاتهم نتيجة ركود في داخل الدورة الاقتصادية. أيضا لابد أن يكون هناك كثير من المشاريع التي تعتمد على البنية التحتية. كثير من الناس من الأسر الفقيرة على سبيل المثال غير قادرة على دفع فاتورة المياه والكهرباء، وبالتالي يعني إذا ما تطلب أن نقدم يعني مساعدة لدفع فاتورة الكهرباء والمياه عن الأسر الفقيرة، هذه أيضا شريحة الطلبة والطالبات الذين تركوا الجامعات. هناك حاجة كبيرة في قطاع غزة لمعونة تقريبا عدد كبير جدا من أهالي القطاع الآن. أنا يعني نحن نتكلم على في وزارة التنمية وبالتعاون مع وكالة الغوث الدولية على سبيل المثال، هناك شريحة في توفير الغذاء والأمن الغذائي. نحن نتكلم في وكالة الغوث الدولية يوفرون إلى ما يقرب من 1 مليون فرد على مستوى قطاع غزة، ونحن في وزارة التنمية نقدم ما يقرب من 500,000 فرد. يعني أنه نحن نتحدث عن 1.5 مليون فرد يستفيدون ويعتمدون على الجانب الإغاثي وعلى الجانب المساعدات
الغذائية وما يعرف بالأمن الغذائي في قطاع غزة، أصبح هذا الأمن الغذائي مفقود، حيث أن من خلال اتصالاتنا مع وزارة التربية والتعليم على سبيل المثال بدأت تظهر أن هناك طلبة يأتون إلى المدارس يعني بدون فطور، وهناك يعني طلبة يعني ظهر عندهم ما يعرف بفقر الدم وبعض الأمراض الخاصة بهذا الجانب بسبب عدم قدرتهم على توفير ما يعرف بالغذاء المتوازن في قطاع غزة. أشكرك جزيلا دكتور يوسف إبراهيم وكيل وزارة التنمية الاجتماعية على كل هذه المعلومات والإفادات، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا. تحدث لنا الدكتور يوسف إبراهيم عن حاجة كبيرة في قطاع غزة ليس لمثل هذه المعونة فحسب بل لتكرارها ولعمل تنموي ينقذ أهالي القطاع من الوضع الحالي الذي يعيشون فيه. الآن استلام المنحة لليوم الثاني على التوالي، سيتحدث معنا عنها الدكتور رياض إبراهيم الذي هو مدير فرع البريد الموجود هنا في قطاع غزة. أهلا بك معنا، ولو حدثتنا عن تسليم المستفيدين من المنحة يوم الأمس وهذا اليوم. في البداية نشكر دولة قطر الشقيقة ممثلة بالأمير تميم والحكومة القطرية والشعب القطري الذي لا يألو جهدا لمساعدة أبناء القطاع على صمودهم، وأيضا كما هو معلوم أن دولة قطر دائما تكون في المقدمة، ونتأمل ونأمل من كل الحكومات العربية والإسلامية والدول الداعمة للديمقراطية أن تحذو حذو قطر في مساعدة أبناء قطاع غزة ولتشجيعهم على صمودهم وعطائهم في ظل هذه الظروف الصعبة والحصار الشديد الذي يغدق على قطاع غزة. بالنسبة للنقطة الأخرى وهي آلية ترتيب صرف المنحة القطرية خلال اليومين بالأمس واليوم، ونأمل أن يكون غدا وبعد غدا دفعة جديدة كما تفضل الأخ الدكتور يوسف إبراهيم في أنه سيكون كشف جديد من 50,000. اليوم وبالأمس صرفنا تقريبا الكشف الذي يحتوي على 44,000، سيكون بالإجمالي 94,000 مساعدة إنسانية للأسر الفقيرة. ولو ضربنا هذا ال 94,000 في مجمل في لكل أسرة أو لكل فرد 5 أفراد، ستكون هذه المنحة قد ساعدت ما يقارب 500,000 في قطاع غزة، وهذا يساهم في صبرهم وآلية صمودهم في القطاع. آلية توزيع المنحة القطرية بالنسبة إحنا لنا في البريد قمنا في اللحظات الأولى فور سمعنا خبر هذا الخبر السعيد، قمنا بإعداد خطة سريعة لتوزيع الأموال التي استلمناها صباحا بالأمس وتوزيعها على مكاتب البريد المنتشرة في قطاع غزة، وبحماية الإخوة في الداخلية بارك الله فيهم، يعني عندما أمنوا وصول هذه الأموال إلى خزينة الوزارة ثم توزيعها على مكاتب البريد، وأمنوا هذه أيضا عملية الصرف، والآن كما تشاهدون رجال الشرطة منتشرين حول مكاتب البريد، وذلك لمساعدة بذلك في اليوم الواحد صرف 44,000 ل 44,000. هو من المتوقع أن يتم إنجاز صرف 44,000 في اليومين، هو حدد الدفعة الأولى ليومين ثم الدفعة الثانية ليومين آخرين، وما يتبقى قد يكون يوم خامس لصرف هذه ما تبقى من الدفعة، ولكن نحن نخطط لكي لمساعدة المواطنين، وعملنا آلية بأن يتم توزيع اليوم إلى فترتين، فترة صباحية وفترة مسائية حسب الأحرف الأبجدية لكي لا يتزاحم المواطنين، وكما ترونهم أنهم رجال كبار السن لهم حالات إنسانية مرضى، وحاولنا قدر المستطاع أن نحاول أن ييسر عليهم وجودهم وبقائهم ولا ينتظروا بقاء مدة طويلة خلال انتظارهم لهذه، ونحاول قدر المستطاع أيضا أن عملنا في داخل الوزارة تلرات داخلية للمرضى والكبار السن والنساء لتيسير عليهم وعدم اختلاطهم بين الشباب، وهذا الحمد لله رب العالمين يعني تم مشاهدته وملاحظته وشكر المواطنين على هذا التصرف، وهذا بجهد طبعا من الأخ وكيل الوزارة الأخ سهيل مدوخ بالإضافة للإخوة الإداريين في الوزارة والخطة هذه الذكية الإدارة الذكية التي تم عملها وفق هذه الخطة. أشكرك جزيلا أستاذ رياض عودة على مشاركتك معنا وعلى هذه التوضيحات، مدير عام البريد هنا في هذه المنطقة، شكرا لك على مشاركتك معنا وعلى كل هذه التوضيحات. إذن الصرف ما زال مستمرا لهؤلاء المستفيدين
الذين استفادوا من المنحة القطرية للعوائل والأسر المحتاجة الذين أفلحت أخيرا الوزارة في إفادة عدد ممن تم حجبهم ورفض أسمائهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي ما زال يحاول حتى في هذا التفصيل الصغير فرض شروطه وتدخلاته على المنحة، وهو الأمر الذي أدى لرفض حركة حماس بشكل رسمي لاستلام المنحة القطرية لموظفيها والتي حولت إلى هؤلاء المستفيدين ممن هم الأشد حاجة في قطاع غزة. تحدث لنا الدكتور يوسف إبراهيم عن وجود شرائح وفئات كثيرة ممن انضموا إلى قائمة الفقراء في السنوات الأخيرة بسبب استمرار آثار الحصار المفروضة على القطاع. إذا مشاهدينا الكرام، الآن من مقر البريد هنا في مدينة غزة يتم صرف هذه المنحة للمستفيدين الذين شملتهم المنحة القطرية لأهالي قطاع غزة. شكرا جزيلا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.